طيب هنا نبدأ، ولما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف، فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل، يعني لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل، نحو هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال، فانتفى أن يكون اسمين وأن يكون فعلين، بمعنى أنهما أن الحرف لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل، معنى ذلك أنهما ليس اسمين ولا أن يعني أن الحرف ليس اسما وليس فعلا، وتعين أن يكون ماذا؟ حرفين، يعني يكون حرفين، إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام وقد انتفى اثنان فتعين الثالث، يعني لا تقبل علامات الاسم لا تقبل علامات الفعل، معنى ذلك أنهم ماذا؟ حرفان. ولما كان من الحروف ما اختلف فيه، يعني مثل ما تحدثنا أمس، يعني مثل ما تحدثنا أمس أنه يوجد خلاف في نعمة وبئس وليس وعسى، كذلك يوجد خلاف في بعض الأحرف. ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم؟ طيب نصصت عليه كما فعلت في جميع فعل الماضي وفعل الأمر كما ذكرنا سابقا، وهو أربعة، يعني يوجد خلاف في إذا، ويوجد خلاف في مهما، ويوجد خلاف في ما المصدرية، ويوجد خلاف في لما الرابطة، يعني الخلاصة هذا الخلاف منه، من قال أن إذا ما اسم، ومنهم من قال أنها حرف، ومنهم من قال مهما اسم، ومنهم من قال حرف، ومنهم من قال ما المصدرية اسم، ومنهم من قال حرف، ولما منهم من قال اسم، ومنهم من قال ماذا؟ حرف، ولكن الراجح أنهما ماذا؟ أنهما أسماء أو أنها أسماء. فأما إذا ما، طبعا إذا ما يا إخوة هي شرطية تجزم فعلين مضارعين، يسمى الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، فاختلف فيه سيبويه وغيره، فقال سيبويه إنها حرف بمنزلة إن الشرطية، يعني إذا ما ماذا حرف، هو هذا هنا الراجح، لأن إذا ما الراجح فيها أنها ماذا، أنها حرف كإن الشرطية. فإذا قلت إذا ما تقم أقم، فمعنى فلو قلت إذا ما تقم أقم، أو إذ ما تقم أقم، أو بمعنى إن تقم أقم، بمعنى إن الشرطية يعني. أما المبرد فقال وابن السراج والفارسي أنها ظرف، لماذا؟ لأنهم يقولون أنها قبل إضافة ما كانت إذ، ونحن نعرف أن إذ ظرفية وكذلك إذا ظرفية، فهم قالوا فعندما دخلت عليها ماء فأصبحت إذا ما فلا مشكلة في هذا الأمر، تظل اسما كما هي، هم يقولون هكذا، يعني المبرد والسراج والفارسي أنها ظرف زمان، وإن المعنى في المثال متى تقم أقم، لأن سيبويه قال أنها ماذا؟ أنها حرف، أن إذ ما حرف كإن الشرطية بالضبط. أما المبرد والسراج والفارسي قال أنها ظرف مثل، فعندما تقول إذ ما تقم أقم معنى متى تقم أقم، إذن هي ظرفية، إذن هنا ماذا اسم؟ ظرف طبعا، مبني طبعا على السكون في محل ماذا؟ في محل نصب، ظرف زمان. واحتجوا، طب ما الدليل؟ احتجوا يعني لماذا قالوا أنها، لماذا قال المبرد والسراج والفارسي أنها اسم، يعني احتجوا بأنها قبل دخول ماء كانت اسم، يعني إذ لوحدها بمفردها قبل دخول ماء عليها كانت اسم، فعندما تدخل عليها ماء تظل اسما. طيب واحتجوا بأنها قبل دخول ماء كانت اسم، والأصل عدم التغيير، يعني الأصل أنها لا تتغير. وأجيب، يعني هو يجيب عليه، يعني يرد على المبرد ابن السراج والفارسي، وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل، يعني هو يرد عليهم يقول لا، هو حدث لها تغيير، بمعنى أن إذ فقط بمفردها تكون من ماذا؟ للماضي، أما إذا تستعمل إذا ما تكون للمستقبل، لأنك عندما
تشرط شرط تكون إذا ما تقم أقم معك، هو لم يقم ولكنه سيقوم. فهنا تغير المعنى، فهو يرد عليهم يعني. إذن فلما احتجوا بأن قبل دخول ما كانت اسما والأصل عدم التغيير، هو يجيب عليهم ويقول بأن التغيير قد تحقق بدليل أنها كانت تدل على الماضي، الشيء حدث في الماضي يعني. قوله تعالى واذكروا إذ كنتم، يعني هنا دلت على الماضي. أما عندما تستعمل في الشرط تدل على المستقبل، فصارت للمستقبل، فدل على أنها نزع منها المعنى، يعني نزع منها من هذا المعنى البت. وهذا الجواب نظر، يعني فيه نظر لا يتحم هنا، لا يحتمله هذا المختصر. يعني نحن نختصر، هو يكون نحن نختصر الكلام والأمر طويل، يعني نحن نختصر هذا الأمر. طيب انتهينا من إذا، خلاصة إذا ما أهو أو إذ ما هكذا. طبعا سيبويه ومن طبعا الفراء والفارسي ومعه جماعي، سيبويه قال أنما هذا حرف بمعنى ماذا؟ بمعنى إن. فلو قلت إذا ما أو إذ ما تقم أقم معك، لك تقول إن تقم أقم معك. أما الفراء قال أنها ماذا؟ والفارسي والمبرد قال ماذا؟ أنها ماذا؟ أنها اسم. طب ما بدليل؟ بدليل أنها قبل أن تدخل عليها ماء كانت ظرف اسم، فعندما دخلت عليها ماء فلا يوجد تغيير، لم يتغير بها شيء، يعني هي تظل على الأصل. طيب انتهى. وطبعا والراجح ورئيسي بوي أنها حرف يعني. طب ننتقل إلى ما؟ طبعا الجمهور والرجح في مهما انها اسم، اسم شرط وليست حرف، ولكن فيها اختلاف. واما مهما فزعم الجمهور، انا الجمهور طبعا نحن نتبع الجمهور، فالافضل انها اسم، انا اتبع الجمهور انها اسم. فزعم الجمهور انها اسم بدليل قوله تعالى، يعني راي دليل الجمهور مهما تاتينا به من ايه فالهاء هذه تعود على من؟ تعود على مهما، والضمير لا يعود إلا على الاسم. فمعنى ذلك أنها اسم، لأن الضمير عائد عليها والضمير لا يعود إلا على الاسم. أو فالهاء في كلمة به عائدة عليها، يعني ما مهما يعني، والضمير لا يعود إلا على الاسم. طبعا وزعم السهيلي طبعا والبعض يعني مثل السهيلي وابن يسعود أنها حرف. أنها ماذا؟ أنها حرف. طب ما الدليل؟ أو لماذا قالوا أنها حرف؟ قالوا استدلوا يعني بقوله مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. طيب هنا قالوا أن مهما هنا حرف، أن مهما هنا حرف. لما خلاص بالكلام؟ لأنها هنا لا يوجد لها محل من الإعراب. لأنك لو قلت لي أنها مثلا يعني اسم لتكن، هم يقولون لا ده اسم تكن كلمة خليقة ولكنه مجرور بمن الزائد. ولو قلت أنها مبتدأ، طب كيف تكون مبتدأ؟ لا يوجد ضمير يعود عليها، لأن المبتدأ الخبر به أو الجملة الخبرية بها ضمير يعود على المبتدأ، لا يوجد ضمير يعود. معنى ذلك أنها ليس لها محل من الإعراب، يعني لا يوجد إعراب. إذن هذا دليل على أنها حرف. أو انظروا مثلا وتقرير الدليل على أنهما أعرب خليقة اسم لتكن ومن هنا زائدة، فتعين خلو الفعل من الضمير، يعني لا يوجد، يعني الفعل تكن لا يوجد به ضمير يعود على مهما، لأن الفعل تكن لو يوجد به ضمير يعود على مهما لكانت مهما اسم في رأيهم يعني. طيب وكون مهما لا موضع لها من إعراب، يعني ليس لها إعراب، يعني ليست مبتدأ وليست اسم مثلا ليكن أو خبر ليكن، فليس لها محل من إعراب، والحروف ليس لها محل من إعراب، إذن هي حرف. إذ لا يليق بها
هنا لو كان لها محل أن تكون مبتدأ، يعني لا يجوز أن تكون مهما في البيت السابق، مهما يكن أو مهما تكن أن تكون مبتدأ. والابتداء هنا متعد، لماذا؟ لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبر تكن، يعني هذه الجملة لا يوجد بها ضمير يعود على ماذا؟ يعود على ما؟ طيب، والتحقيق، طيب والتحقيق أن اسم تكن مستتر، أن اسم تكن ماذا؟ ومن خليقة تفسير لماذا؟ لمهما، يعني تفسر مهما أو تبين مهما. طيب كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية، فمن آية تفسير لماذا؟ لما أو توضيح لماذا؟ لما. طيب الخلاصة مهما، مهما منهم من قال أنها حرف ومنهم من قال أنها ماذا؟ أنها اسم. طيب من قال أنها اسم وهو الجمهور طبعا، واستدلوا مهما تأتينا به من آية أنه ماذا؟ يعود عليها الضمير، والضمير لا يعود إلا على الاسم، معنى ذلك أنها اسم. في قوله تعالى قالوا مهما تأتينا به من آية، فبه الضمير هنا يعود على ماذا؟ يعود على مهما، معنى ذلك أنها اسم، وهذا رأي الجمهور وهو الراجح. ورأي آخر قال أنها حرف بدليل أنها أتوا ببيت لا يوجد لها محل من الإعراب. في مهما تكن، أنا لو أحفظ البيت ممكن أتبين أهو، مهما تكن عند امرئ من خليقته. إذن هنا نلاحظ، انظروا هذا، هم قالوا الذين قالوا حرف أن مهما هنا ماذا؟ حرف بدليل أنه لا يوجد ضمير يعود عليها، هذا أولا أنها حرف لا يوجد ضمير يعود عليها. وقالوا أن تكن هنا لا يوجد بها ضمير مستتر يعود عليه، لأن من قال أنه اسم قال أن هذا البيت به ضمير أو تكن بها ضمير، تكن مثلا هي يعود على مهما، إذا معنى ذلك أنها اسم. والذي قال أنها حرف قال لا يوجد ضمير، بل قال اسم تكن لا يوجد، يعني الضمير يعني هو اسم تكن، فقالوا اسم تكن كلمة خليقة وجرت بمن الزائدة. إذن هنا معنى ذلك ليس لها محل من الإعراب ولا يوجد ضمير يعود عليها. كذلك هنا لا يجوز أن تكون مبتدأ، لماذا؟ لأن الجملة الخبرية تكن عند امرئ مثلا لا يوجد بها ضمير يعود على مهما، والجملة الخبرية لا يوجد بها، لابد أن يوجد بها ضمير يعود على المبتدأ. إذن هنا ليس لها محل من الإعراب كالأحرف. المهم منهم من قال أنها حرف واستدلوا بماذا؟ بالبيت السابق الذي شرحته الآن. طب ننتقل إلى ما المصدرية. فهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر. ما معنى تسبك مع ما بعدها بمصدر؟ يعني ينسبك أو نستخرج من ما زائد الفعل بعدها، نستخرج ماذا؟ نستخرج مصدر أو يؤول مصدر، هذه ما المصدرية. طيب نحو ودوا ما عنتم، طبعا ما أتى بعدها فعل تؤول بماذا؟ بمصدر، يعني التقدير ودوا عنتكم، إذن مصدر مؤول في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به للفعل ود. كذلك قول الشاعر يسر المرأة ما ذهب، إذن هنا ما والفعل يؤولان بمصدر وهو ماذا؟ ذهاب. إذن هنا ماذا؟ أو يسر المرأة ذهاب الليالي، إذن هنا ذهاب هذا المصدر المؤول من ماء والفعل ذهب طبعا في محل رفع ماذا؟ رفع فاعل الفعل يسر.
وقد اختلف فيها أيضا، فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة أن المصدرية، يعني هي مثل أن بالضبط، أو بمنزلة أن يعني المصدرية، فكما أن المصدرية حرف فما المصدرية حرف. وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي، بمعنى أو بمعنى الذي، كاسم الاسم موصول يعني بمعنى الذي، واقع على ما لا يعقل، يعني تدل على غير العاقل وهو الحدث. والمعنى يعني نحن كنا في الآية ود ما عنت، لا هم يقولون أن المعنى الذين قالوا أنها اسم ود الذي عنتموه بمعنى الذي، هم يقولون هكذا، فهي عندهم اسم بمعنى الذي. طيب، أو يعني المعنى العنت الذي عنتموه، فالضمير عنتموه يعود عليها، معنى ذلك أنها اسم أو يعود على الذي، فهم يؤولون على هذا. وكذلك يسر المرء، يعني نحن كنا قبل ذلك مثال يسر المرء ما ذهب الليالي، فهم قالوا التأويل يسر المرء الذي ذهبه الليالي، فهنا معنى الذي وعاد عليها الضمير، والضمير لا يعود إلا على الاسم. طيب، ويرو هنا طبعا هو يرد على هذا أو يرد على هذا القول أنه لم يسمع، يعني لم نسمع عن العرب أنهم يقولون أعجبني ما قمته وما قعدته، يعني لم يؤولوا هذا التأويل أو لم ينطقوا بهذا التأويل الذي قالوه العنت الذي عنتموه، فنحن نرد عليهم يعني لم نسمع عن العرب هذا الكلام أو هذا التقديم. ولو صح ما ذكر لجاز ذلك، لأن الأصل أن العائد يكون مذكور لا محذوف، فلا مشكلة أن يكون العائد يعني الضمير الذي يعود مذكورا أو محذوف. طيب، الخلاصة أو الراجح طبعا أننا هنا عندنا الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم، أما سيبويه فهو يقول أنها بمعنى ماذا؟ سيبويه طبعا هو الراجح أنها حرف بمنزلة أن المصدرية. طب ننتقل بعد ذلك إلى لما. لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام، في اللغة العربية على ثلاثة أقسام: نافية بمعنى لم، تنفي يعني، نافية بمعنى لم، قال الله تعالى كلا لما يقضي ما أمره، يعني هو لم يقضي ما أمره، معنى الكلام أنه لم يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره، فهنا طبعا لما هنا نفي، لأن تقدير الكلام أنه لم يقضي هذا الأمر. طيب، إذن هنا أنها حرف نفي وجزم طبعا. بعد ذلك هنا إيجابية، ما معنى إيجابية؟ يعني ليست نافية، ليست نافية، نحو قولهم عزمت عليك لما فعلت كذا، يعني هي بمعنى إلا، أي إلا فعلت كذا، بمعنى استثنائية، أي ما أطلب منك إلا فعلك، يعني معنى الكلام عندما عزمت عليك أن أطلب منك يعني عليك لما فعلت كذا، يعني كأنه يقول أطلب منك إلا فعل كذا. طيب، هنا طبعا إيجابية يعني ليست نافية، وهنا طبعا استثنائية يعني أو حرف. الثالث طبعا لا ننسى أنها هنا حرف وأنها هنا حرف هنا، والثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره. ما معنى هذا الكلام رابطة بوجود شيء؟ يعني تشبه الشرط، يعني مثلا لما جاءني أكرمته، إذن هنا وجود الإكرام لوجود من؟ أو فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء، هذا معنى رابطة لوجود شيء بوجود غيره، بوجود غيره، يعني وجود الإكرام فإنها ربطت وجود الإكرام مرتبط بمن؟ بمجيء، بالمجيء، فإن لم يأتي فلن أكرم مثلا يعني. فهنا طبعا قلنا أنها رابطة، لماذا؟ لوجود شيء بوجود غيره. لما جاءني تشبه لولا ولو، يعني لما جاءني أكرمته، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود ماذا؟ المجيء. واختلف
في هذه، فقال سيبويه أنها حرف. أنها ماذا؟ حرف. أنها حرف وجود لوجود. وقال الفارسي وجماعة أنها ظرف بمعنى حين. أنها ظرف بمعنى ماذا؟ وهذا هو المشهور يعني. أنها ظرف بمعنى حين. يعني عندما تقول من قال أنها ظرف، لو قلت لما جاءني أكرمته، إذا معنى قولك حين جاءني أكرمته، وليست لوجود ماذا؟ لوجود شيء بوجود غيره. واستدلوا بقوله يعني الذين قالوا أنها طبعا ظرف أهو، فقال سيبوي أنها حرف كن هذا، وقال الفارسي وجماعة أنها أو إنها ظرف بمعنى حين. طيب هم قالوا أنها ظرف بمعنى حين، فهو يكون نرد عليه أنها ليست ظرف. لماذا؟ ورد بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعة. وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل. انظروا هم يقولون لما لو كانت ظرفية أو اسما، والظرف لابد له من عامل يعمل فيه. يعني مثلا أنا قلت صمت غدا، الظرف هنا منصوب، ما العامل في هذا الظرف؟ الظرف الفعل. فالظرف لابد أن يكون المعامل كالمفعول والفاعل، فهنا هناك عامل ينصب المفعول وعامل يرفع الفاعل، كذلك الظرف لو عامل ينصبه. فنحن نقول هنا مثلا فلما لو هي ظرف مثل ما يقول الفارسي وجماعة معه، يعني لو كان الظرف لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، يعني يجعلها منصوبة يعني. وذلك العامل إما أن يكون الفعل قضينا أو دله، لأن الفعل هو العامل. طيب إذ ليس معنى سوى، يعني لو وجد عامل سوى قضينا أو دله، وكون العامل قضينا مردود. يعني أنت قلت لي أن لما ظرف، فلو قلت ظرف تحتاج إلى عامل، العامل إما الفعل قضينا أو الفعل دله. وهنا قضينا، لو قلت أن قضينا عامل يعمل فيها الظرف أو ينصب الظرف لما مردود، يعني ليس صحيح. لماذا؟ مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، لأنهم يقولون أن لما الظرفية تضاف إلى ما بعده، يعني ستضاف إلى الجملة الفعلية قضينا. معنى ذلك أن لما مضاف والجملة الفعلية قضينا مضاف إليه. معنى ذلك هل يجوز أن يعمل المضاف إليه في المضاف؟ لا، ده العكس. أهو مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف لا يعمل في المضاف إليه. طيب وكون العامل دله، لو قلت لي أن عامل النصب دلهم مردود أيضا. لما؟ بأن ما النافية، أن ما بعد يعني ما النافية لا يعمل فيما بعده. يعني مثلا أهو فلما قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت ما دلهم على موته. طيب هنا هم يقولون القائل أن لما هنا ماذا؟ حرف. ونرد ومنهم من قال أنها ماذا؟ اسم. فهو يرد على من قال بأنها اسم ظرف، يعني اسم ظرفية. طيب يرد بأن الظرف لابد أن يوجد له ماذا؟ عامل. والعامل هنا إما قضينا وإما الفعل دله. فهو يقول لا يجوز أن يكون قضينا عامل النصب في لما. لماذا؟ لأن لما هنا مضاف، يعني ظرف مبني في محل نصب على الظرفية، أو اسم مبني في محل نصب على الظرفية وهو مضاف، وهذه الجملة الفعلية في محل جر بالإضافة.
يعني الجملة مضافة إلى من؟ إلى لم. فهنا الجملة هنا مضاف إليه. طيب فنرد عليهم لا يجوز أن يكون قضينا عامل في لم. لماذا؟ لأن جملة قضينا في محل جر بالإضافة، والمضاف لا يعمل فيما قبله، أو المضاف لا يعمل، أو عفوا المضاف إليه لا يعمل في المضاف، بل العكس. فلا يجوز أن يكون قضينا عامل النصب في الظرفية لم. طب لماذا؟ لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف. ومن قال ولا يجوز أن نقول دلهم هو العامل الذي نصب لم؟ لماذا؟ لأنه فصل بما ماذا النافية، لأن ما النافية ما بعدها لا يعمل فيما قبله. طيب الخلاصة أن لم ماذا هم يقول أن لم حرف، لأنه لا يوجد لها عامل نصب هنا، يعني هي حرف ليست اسم، لأن الاسم أو الظرف يحتاج إلى ماذا. هناك من يقول يا إخوة لا يوجد صوت، هل هذا صحيح؟ هل الصوت موجود يا إخوة؟ تمام الصوت موجود. تمام. وإذ بطل أن يكون لها عامل، يعني لم هنا لا يوجد لها عامل، تعين ألا موضع لها من الأعراب، لا يوجد لها عامل، إذن هي ليس لها محل من الأعراب، معنى ذلك أنها حرفية، وذلك يقتضي ماذا؟ الحرفية. طيب وجميع الحروف مبنية. ولما فرغت كان وكنت أنا صغير يقول للمعلم خذ مني قاعدة نحوية جميع الضمائر مبنية. كذلك نفس الأمر، خذ مني قاعدة نحوية ماذا جميع الحروف ماذا مبنية. طيب ولما فرغت من ذكر علامات الحرف ولما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه من، وذكرت حكم الحرف وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب، يعني لا يوجد حظ لأي حرف في الإعراب، كل الحروف ماذا؟ جميع الحروف ماذا؟ مبني. طيب والكلام لفظ مفيد، لا ننسى في أول محاضرة نحن عرفنا ماذا الكلمة، قول مفيد، قال الكلمة قول، هنا قال الكلام لفظ، الكلام لفظ مفيد. هو يقول لما انهيت القول في كلمة واقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، يعني توضيح الكلام او تعريف الكلام، فذكرت انه عبارة عن اللفظ المفيد، يعني لفظ مفيد. ونعني باللفظ وشرحناه سابقا الصوت المشتمل على بعض الحروف، يعني إذن هنا لابد أن يكون أن يوجد صوت أو ما هو في قوة ذلك. فالأول ما معنى في قوة ذلك؟ سأقول لكم بعد قليل. فالأول نحو رجل وفرس دل على صوت، والثاني كالضمير المستتر، يعني هو يقول أن اللفظ كرجل يعني ظاهر رجل، وممكن أن يكون مقدر. فعندما تقول مثلا اضرب أو اكتب هناك ضمير مستتر وجوبا تقدره أنت، فهذا أيضا لفظ لكنه مقدر. أو اذهب المقدر بقبلك أنت. طيب ونعني بالمفيد، يعني نعني بالكلام المفيد هو ما يصح الاكتفاء به، يعني تقول قام زيد اكتفيت بهذا، اذا هذا كلام مفيد، لان السامع لا يحتاج الى ماذا؟ لان السامع لا يحتاج الى كلام اخر. طب فهنا قام زيد كلام، لماذا؟ لانه لفظ دل على معنى يعني يصح الاكتفاء به. طيب هو يقول واذا كتبت زيد، كتبت وليس قلت، كتبت زيد قائم مثلا، هذا ليس بكلام عند النحويين. لماذا؟
لأننا قلنا أن الكلام لفظ مفيد، واللفظ هو الصوت وليس الكتابة والإشارة. معنى ذلك أن الإشارة ليست بكلام، والكتابة ليست بكلام. لذلك نحن نقول كتابة وليست كلام. وإن صح الاكتفاء به رغم أنه مفيد، كتبت زيد كلام، هذا كلام مفيد لكنه ليس بكلام. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ، لم يلفظ من اللسان أو من الفم. وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام، يعني بيدك أشرت إليه أن يقف مثلا أو يقوم، هذا ليس بكلام، أو يقعد، هذا ليس بكلام. إذن معنى ذلك أن الكلام لفظ مفيد. الكلام ماذا؟ لفظ مفيد. إذن معنى ذلك لابد الكلام أن يشتمل على ماذا؟ على صوت، وأن يكون ماذا؟ وأن يكون مفيد. لابد أن يشتمل على صوت، ولابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مفيدا، يعني يحسن السكوت عليه. طيب إذا معنى ذلك الكلام الكتابة ليست بصوت، والإشارة ليست بصوت، ولو ليست بكلام يعني. طيب هل الصوت والصورة واضحان الآن يا إخوة؟ تمام. الإخوة الذين يقولون، أو بعض الذين يقولون الصوت ليس واضحا، المشكلة من عندهم، يعني من عندهم. هنا وقل ائتلاف، يعني ما يتألف منه الكلام، وقل ائتلافه من اسمين، يعني الكلام ممكن أن يتكون من اسمين كالمبتدأ والخبر، أو فعل واسم، يعني فعل وفاعل كقام زيد. وصور تأليف الكلام ست، يعني الكلام يتألف من ست أشياء أو من ست تأليفات أو من ست تراكيب، وذلك لأنه يتألف من ممكن اسمين كالمبتدأ والخبر، أو اسم أو فعل واسم، أو جملتين، أو من فعل واسمين، أو من فعل وثلاثة أسماء، أو من فعل وأربعة أسماء، وسنتحدث عن هذا بالتفصيل. طيب الكلام ممكن يتكون من اسمين وله أربع صور، إحداها أن يكون مبتدأ وخبر، اسمين يعني الأول مبتدأ والثاني خبر، والثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر، نحو قائم الزيدان. لأن يا إخوة قائم الهمزة الاستفهام، وقائم هنا مبتدأ، والزيدان فاعل سد مسد الخبر. والإخوة الذين درسوا ألفية ابن مالك يعرفون هذا، والذين درسوا معي كيف تتقن النحو في دورة كيف تتقن النحو شرحت هذا بالتفصيل. الفاعل الذي يسد مسد الخبر، أو المواضع التي لا يذكر فيها الخبر. طيب إذا سأل سائل لماذا الزيدان فاعل سد مسد الخبر؟ لأنك عندما تقول أقائم الزيدان هذا في مقام كأنك تقول بالضبط أيقوم الزيدان. طيب وذلك لأنه كلام تام ولا حاجة إلى شيء، يعني هذا كلام تام. يعني هنا وممكن أن يتألف الكلام، كنا أن يكون مبتدأ وخبر، أو مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر. طيب الحالة الرابعة أن يكون اسم فعل وفاعله، يعني أن يكون اسم فعل وفاعله، نحو هيهات، هيهات اسم فعل بمعنى بعد، والعقيق فاعل لاسم الفعل. طيب وهنا طبعا هنا انتهينا
ائتلاف ماذا؟ من اسمين، يعني ممكن يكون مبتدأ وخبر، مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، أو اسم فعل وماذا وفاعل، وممكن من فعل واسم، وله صورتان: أن يكون الاسم فاعل نحو زيد قام، فعل وفاعل، والثانية أن يكون الاسم نائب عن الفاعل وليس فاعل. فنقول مثلا: طيب احنا طبعا كنا طيب انتهينا من هذا. واما ائتلافه من الجملتين فله صورتان: ان تكون جمله الشرط والجزاء، يعني الشرط وجوابه. تقول مثلا: ان قام زيد قمت. اذا هنا من فعل شرط وجواب شرط. وممكن ان تكون من قسم وجواب القسم. تقول مثلا: احلف بالله لزيد قائم. طبعا هنا قسم، وهذه الجمله جواب القسم. وأما ائتلافه من فعل واسمين، يعني ممكن يتكون من فعل واسمين. تقول مثلا: كان زيد قائما، هذا فعل ناقص كان، والاسم الأول اسم كان، والاسم الثاني خبر ماذا؟ خبر كان. وممكن أن يتكون من فعل وثلاثة أسماء، نحو أعلمت زيدا فضيلا. طبعا أعلمت هنا الاسم الأول فاعل، وزيدا مفعول أول، وفاضلا مفعول ماذا؟ مفعول ثاني. وممكن من فعل وأربعة ماذا؟ وأربعة أسماء. تقول مثلا: أعلمت، التاء الفاعل في أعلمت فاعل الاسم الأول، وزيدا المفعول الأول الاسم الثاني، والمفعول الثاني الاسم الثالث، والمفعول الثالث فاضلا الاسم ماذا؟ الاسم الرابع. إذن فعل وماذا؟ وأربعة أسماء. طبعا أعلم هنا في المثال الثاني تنصب ثلاثة مفاعيل، يعني زيدا مفعول أول، وعمر مفعول ثان، وفاضلا ماذا؟ مفعول ثالث. إذن ثلاثة مفاعيل في ثلاثة ماذا؟ أسماء. والاسم الرابع التاء، تاء الفاعل، علمته أو أعلمته. طيب فهذه صور التأليف، وأقل ائتلافه، يعني أقل ائتلاف في الكلام من ماذا؟ من اسمين أو من فعل واسم، يعني من كلمتين كما ذكرت وما صرحت به، يعني كما ذكرته سابقا. من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام، وهو مراد ماذا؟ مراد النحويين. طب ننتقل إلى الإعراب. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، يعني الأسماء طبعا هنا رفع ونصب، الأسماء والفعل المضارع تدخل عليه ماذا؟ يعني الاسم يدخل عليه الرفع، والفعل المضارع يدخل عليه الرفع، والاسم يدخل عليه النصب، والفعل المضارع يدخل عليه النصب. فتقول: زيد يقوم، زيد مرفوع ويقوم فعل مرفوع، وإن زيدا لن يقوم، زيدا مثلا منصوب، والفعل المضارع ماذا؟ منصوب. والجر طبعا خاص بماذا؟ خاص بالاسم. والجزم خاص بالفعل، فيرفع بالضمة وينصب ماذا؟ بالفتحة، ويجر بالكسر، هذا الاسم يعني. ويجزم بحذف حركته، نقصد الفعل. والإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يعني إما ظاهر أو مقدر. هنا يجلبه ماذا؟ العامل، يعني العامل هو السبب في ماذا؟ في الإعراب، في آخر الكلمة، يعني يكون موضع الإعراب في آخر الكلمة. فالظاهر يعني الإعراب الظاهر في كلمة زيد، فنجد أقول: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، تحرك آخر الفعل بالحركات، والحركات هنا ظاهرة. هذا نسميه إعراب ظاهر. معرب لأن الاسم يرفع وينصب وماذا؟ ويجر. وظاهر يعني الحركة ظاهرة على آخره. أما الإعراب المقدر هو معرب لكن الحركة لا تظهر، فتقول: جاء الفتى، انظر إلى الألف، جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى. لا توجد حركة على الألف، لا توجد ماذا؟ لا توجد حركة على الألف. لماذا؟ لأن الألف، طب إذا سأل سائل: لماذا لا تظهر الحركة على الألف؟
سأقول له أن الألف في اللغة العربية خلقت ساكنة لا تقبل الحركة، فيتعذر ظهور الحركة على الألف، لذلك نقول المقدرة للتعذر. لماذا؟ للتعذر. طيب، هناك من يقول ممكن حضرتك تعيد الجزئية، أي جزئية تريدها؟ قل لي وأنا سأوضحها أكثر. والإعراب جنس من تحته أربع أنواع، يعني الأنواع إما رفع الإعراب، رفع أو نصب أو جر أو جزم فقط. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب. فالرفع يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال، يعني الفعل المضارع، تقول زيد يقوم وإن زيدا لم يقوم. وقسم يختص بالأسماء، الجر خاص بالاسم، تقول مررت بزيد. وقسم يختص به الفعل وهو الجزم، تقول لم يقم. ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها وهي ضربان. علامات هنا علامات أصول وعلامات فروع، يعني هناك علامات إعراب أصلية وعلامات إعراب الفرعية، سأوضحها في دقيقة واحدة، في أقل من دقيقة. العلامات الأصلية للإعراب الأصلية: الضمة للرفع والفتحة للنصب، فتحة ماذا؟ للنصب. والكسرة لماذا؟ للجر. والسكون للجزم، يعني الضمة لماذا؟ للرفع، العلامة الأصلية للرفع. والفتحة العلامة الأصلية لماذا؟ للنصب. والكسرة العلامة الأصلية للجر، والسكون العلامة الأصلية للجزم. أما العلامات الأخرى، علامات الرفع الأخرى وعلامات النصب الأخرى وعلامات الجر الأخرى وعلامات السكون الأخرى، فهي فرعية. إذن الأصل في الإعراب الضمة والفتحة والكسرة والسكون، ما عدا ذلك فهي علامات ماذا؟ فرعية. وما عدا ذلك علامات ماذا؟ علامات فرعية. فالعلامات الأصول طبعا الضمة للرفع والفتحة للنصب قلناها، والعلامات الفروع يعني الفرعية منحصرة في سبعة أبواب، خمسة في الأسماء، يعني هناك خمسة أنواع في الأسماء، يعربان بعلامات فرعية، وإثنان في الأفعال. طبعا وستمر هذه، يعني ستأتي، إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو، إذا ترفع بعلامات ماذا؟ فرعية، وتنصب بالألف وتجر بالياء. هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة هنا المعتلة المضافة. ما معنى معتلة؟ يعني نجد دائما آخرها ماذا؟ حرف علة، يعني أبو، أخو، حمو، هنو، فو، نجد آخرها ماذا؟ معتلة. ولابد أن تأتي طبعا مضافة، وسنقول هذا بالتفصيل. فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضم، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة، تقول جاءني أبوه. انظروا، فاعل مرفوع بالألف، رأيت أباه منصوب ماذا؟ مفعول به منصوب، هنا طبعا أبوه فاعل مرفوع بالواو، رأيت أباه مفعول به منصوب بالألف، مررت بأبيه اسم مجرور بالياء. طب هنا يشترط في إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور: أن تكون مفردة، لأنها لو كانت مثنى ستعرب إعراب المثنى، ولو كانت جمع ستعرب إعراب ماذا؟ ستعرب إعراب جمع التكسير، فتكون مثلا أبويني إذن هنا تعرب إعراب المثنى. طب وإن كانت مجموعة تعرب إعراب جمع ماذا؟ التكسير. طيب هنا وإن كانت مجموعة جمع تصحيح، يعني جمع مذكر، يعني سترفع ماذا؟ ستعرب إعراب جمع مذكر السالم، يعني ترفع بالواو وتجر وتنصب بالياء. ولم يجمع منها إلا الأب والأخ والحم، يعني جمع العرب جمع الأب والأخ والحم، جمع ماذا؟ جمع مذكر سالم، ولكن هذا قليل في الاستعمال. طب إذا هو الشرط الأول أن تكون مفردة، الشرط الثاني أن تكون مكبرة، يعني ليست مصغرة، فلو صغرت أعربت بماذا؟ بالحركات كالاسم المفرد، فتقول مثلا جاء أبي، إذن أبي فاعل مرفوع بالضم، أبيك، أبي على وزن فاعل مصغرة، رأيت أبيك مفعول بمنصوب بالفتحة، مررت بأبيك
منصوب مجرور بالياء، عفوا مجرور بالكسر. اذا هنا لابد ان تكون مكبره يعني ليست مصغره، فلو صغرت اعربت بماذا؟ بالحركات. الشرط الثالث ان تكون مضافه، ولكن مضافه الى اسم او ضمير ما عدا ياء المتكلم. لماذا قلنا انها مضافه؟ لانها لو جردت من الاضافه ستعرب بالحركات كزيد ومحمد الى اخره، فتقول هذا اب مبتدا مرفوع خبر مرفوع بالضمه، ورايت ابا مفعول به منصوب بالفتحه، ومررت باب هكذا. مجرور طبعا مجرور بالكسر. ولهنا ولهذا الشرط الاخير شرط، يعني هناك شرط اخر للشرط الاخير للاضافه، يعني ان تكون مضافه لكن ليست مضافه الى ياء المتكلم، او مضافه الى غير ياء المتكلم. فان كان ياء المتكلم، انها لو كانت مضافه الى ياء المتكلم اعربت بالحركات الظاهره، عفوا الحركات المقدره، لان الاسم المضاف الى ياء المتكلم يعرب بالحركات ماذا؟ المقدره. انظروا هو يلخص شروط الأسماء الستة أهو، ويقول واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت قال مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. إذن ذكر الشروط في ثلاث كلمات تقريبا، مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. إذن معنى ذلك لكي تعرف الأسماء الستة بالحروف، يعني ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، تكون مفرده مكبره مضافه الى غير المتكلم، يعني مضافه الى اسم او ضمير ما عدا المتكلم. طب هو يقول يفترض سؤالا، وانما قلت وحموها، يعني ضمير يعود على امراه، فاضفت الحمى الى ماذا؟ الى ضمير المؤنث، لابين ان الحم هو اقارب زوج المراه. يعني الحم هو مثلا يكون ابو الزوجه مثلا، او كابيها، او ممكن عمها وابن عمها الى اخره، على انه ربما اطلق على اقارب ماذا؟ الزوجه. والهن هنوكا هو الاسم السادس، بعض الكتب او كثير من الكتب لا يذكرون الاسم السادس، نظرا لانه على ما يستقبح التصريح به، لانه كنايه عن الفرج، وممكن وقيل انه يكن به عن اسماء الاجناس كرجل وفرس. المهم يعني ليس مذكور في الكتب نظرا لندره الاستعمال فيه يعني. طيب، وهو يقول الافصح استعمال الهني كغضب، يعني وكذلك ايضا لم تذكر في لنا لا اعرابات اخرى، يعني اذا استعمل الهنو غير مضاف، يعني لو جاءت كلمه الهنو غير مضافه كان بالإجماع اسم منقوص، يعني يعامل معاملة الاسم المنقوص. محذوف اللام معربا بالحركات كسائر إخواتي، فتقول هذا هن، أهو هنا معرب، يعني لو هو غير مضاف يعرب ماذا الحركات، تقول هذا هن، ورأيت هنا منصوب بالفتحة، ومررت بهن. كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا وأعتكف في غد، يعني مثل غد في التصريف يعني. وإذا استعمل مضافا، يعني لو استعملت يعني الهن مضافا، فجمهور العرب تستعمله كذلك، فتقول جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، يعني يعربونه بماذا؟ بالحركات، كما يفعلون في غدك. وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ فيعربه بالحروف الثلاثة، فيقول هذا هنوك ورأيته هناك ومرت بهنيك. يعني خلاصة الكلام أنها إذا أضيفت ممكن تعرب إعراب الأسماء الستة يعني بالحروف، وممكن تعرب ماذا؟ إعراب الاسم الظاهر. وهنا ذكرها سيبويه ولم يطلع عليها الفراء، يعني لم يذكرها الفراء. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المثنى. المثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وطبعا هنا المثنى يرفع بالألف، وجمع المذكر السالم طبعا يرفع بماذا؟ بالواو. ويجران، يعني المثنى وجمع المذكر السالم يجران وينصبان بالياء. هنا وكلا
وكلتا مع الضمير كالمثنى، يعني يعربان إعراب المثنى. طبعا هنا ملحقتان بماذا؟ بالمثنى. وكذا يعني كذلك اثنان واثنتان مطلقا، يعني اثنان واثنتان ليس لهما شروط، يعربان إعراب المثنى مطلقا أو ملحقان بالمثنى مطلقا، ما عدا كلا وكلتا لابد أن تضاف إلى ضمير لكي تعرب إعراب المثنى. طيب، وقال وإن ركب حتى لو اثنى عشر، يعني ركبت مع اثنى عشر يعني أو اثنتا عشر أيضا تعرب إعراب المثنى. وأولو طبعا ملحقة بجمع المذكر السالم، وعشرون وأخواته يعني عشرون ثلاثون أربعون خمسون إلى تسعين. وعالمون أيضا ملحقة بجمع المذكر السالم. وأهلون وكذلك وابلون وكذلك كلمة أرضون وكذلك كلمة سنون كذلك كلمة بنون وعليون كذلك عزين، هذه الكلمات تعرب طبعا ملحقة بجمع المذكر السالم. طب هنا الباب الثاني، مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمرون وجمع المذكر السالم الزيدون وماذا؟ والعمرون. طيب هنا ننتقل، أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتح، تقول جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين وحملوا عليه في أربعة ألفاظ لفظين بشرط هنا ولفظين بغير شرط. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو يقول طبعا نحن نعرف إعراب جمع نحن نعرف إعراب المثنى يعني فلا داعي للتفصيل فيه، ولكن هنا الملحق بماذا؟ بالمثنى. هناك ما يلحق بالمثنى بشرط، وهناك ما يلحق بالمثنى مطلقا يعني بدون شروط. الذي يلحق بالمثنى مطلقا كلا للمثنى المذكر وكلتا للمثنى ماذا؟ المؤنث. لكن أو ممكن نقول قاعدة جميلة تقول كلا أو كلتا زائد ضمير تساوي مثنى أو ملحقة بالمثنى تعرب إعراب ماذا؟ إعراب المثنى. يعني تكون في حالة الرفع كلاهما أو كلتاهما، وفي حالة النصب والجر تقول كليهما وكلتيهما. إذن هنا كلا وكلتا ملحقتان بالمثنى بشرط إضافتهما إلى ماذا؟ إلى ضمير، ويعربان غالبا ماذا؟ توكيد معنوي. إذا سأل سائل طب ماذا لو أضيفت كلا أو كلتا إلى اسم ظاهر وليس ضمير، يعني كلا الرجلين، في هذه الحالة تلزم الألف، يعني تعرب إعراب الاسم المنقوص، يعني تقول كلا الرجلين أضيفت الاسم ظاهر، هو في هذه الحالة لا تعرب إعراب المثنى، بل تظل الألف في حالة النصب والجر والرفع ولا تتغير، وتعرب ماذا؟ بالحركات المقدرة، يعني تقول فاعل مرفوعة فعل ضم المقدرة، مفعول به منصوب ونصب فتحة مقدرة، اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ الكسر المقدر، يعني يعرب إعراب الاسم المنقوص. أما ما يلحق بالمثنى مطلقا بدون شروط اثنين واثنتين يلحقان بالمثنى واثنتين. طب إذا سأل لماذا لم نقل مثنى وقلنا ملحق بالمثنى؟ لأن من شروط المثنى أن يكون له مفرد من لفظ، فلو قلت مثلا أنت قلت طالبين مثنى، إذن بدليل أن لها مفرد من لفظها طالب، أما اثنين واثنتين ليس لهما مفرد من لفظهما، يعني ليس لهما مفرد من لفظه، فمعنى ذلك هما ليس مثنى خالصا، ولكنهما يلحقان بالمثنى لأنهما يدلان على المثنى ويعربان إعراب المثنى. كذلك نفس الأمر كلا وكلتا ليس لهما مفرد من لفظهما، لذلك يلحقان بماذا؟ بالمثنى. نفس الأمر في ملحقات جمع المذكر السالم، يعني مثلا كلمة عشرون ليس لها مفرد من لفظه، أما أنا قلت معلمون لها مفرد من لفظها، إذا لذلك كنا عشرون ملحقة بماذا؟ ملحقة بجمع المذكر السالم. طيب نكتفي بهذا القدر، نتوقف هنا.
لو يوجد سؤال يا إخوة عند أحد منكم فليطلب التحدث وأنا سأسمح له. وعليكم السلام، تفضل.